مرحبا جميع متابعينا على شان يوتيوب لابا لاروبسولي، وهي قناة تعليمية خاصة بمادة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، تعنى بجميع المستويات. مازلنا في تحضير الكونكور 2020 إن شاء الله. خذينا كمثال دورة 2010، سؤال التمرين الأولاني هو كيو سي ام، فيه 3 أسئلة. أحذفنا السؤال الثالث لأنه يحكي على الإحصاء. حكم سناء مناظرة 2020 ما قريتوش الثلاثية الثالثة، محتوى الثلاثية الثالثة مش تابع الكونكور متاعنا، مفهوم؟ إذا كان ليش خذ لينا 1 و2، و1 يحكي على المعادلات، أنتم ما قريتوش المعادلات، وإنما نجم نخدمو سؤال أو نعيد نصوغه في أو مخارة في أذهاننا، إنه أبحث عن إكس بحيث إكس تساوي جذر 5 يساوي 5، مش تبحث على إكس، مفهوم؟ شنو نحب نحكي آخر؟ فيما يخص الكيوسيام هذوما، كيما حكيت لكم المره اللي فاتت، الكيوسيام هذايا حاول ما تضيعش فيه برشا وقت، يعني بالكثير كل وحده لازم تاخذ لك اكثر ما يلزم دقيقه، مفهوم؟ يعني كيما تعرفوا السوجي فيه 5 تمارين يعني معبي، وانت تسارع في الوقت، لابد انك الاسئله السهله ما تضيعش فيها وقت. هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه ما تحاولش الكيو سي ام كيما يغلبوه يخدموه اغلب التلامذة، يخدموه كايوه التمارين، بمعنى يعتمدوا فيه طريقة التحرير، يشد البيان وتتتاوي، يا اما هذه الطريقة ذيك تضيع لك وقت، يا اما تستعمل كل ما هو منطقي، يعني الحاجات المنطقية الغير منطقية تستبعدها، او تستعمل السرعة، سرعة البديهة والملاحظة، مفهومة؟ هذوما زوز الركائز نتاع في حل التمارين نتاع الكيو سي ام. بالطبيعة كي تجي تجاوب تكتبش 1 وأحل المعادلة كذا كذا هو كذا، لا، تكتب 1 قوس ولا فلاش، تختار يا أ يا ب يا ج، من غير ما تكتب كيما هنا قالك يلي كل سؤال من الأسئلة الثانية 3 إجابات، 1 فقط صحيحة. اكتب على ورق تحريرك في كل مرة رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له، ما ضيعش وقتك. 1 أ مثلا، ولا 1 ب، ولا 2 أ، فهمت كيفاش؟ مفهوم؟ نبدأ. قال حل المعادلة إكس جذر 5 تساوي 5 في مجموعة أعداد حقيقية هو شكون؟ تجي تسأل نفسك تقول جذر 5 في قداش نضربها باش نلقى 5؟ واضح اللي هي جذر 5، لأنه جذر 5 في جذر 5 تساوي 5، ما خدتش منك كان أكثر من 10 ثواني، مفهوم؟ ديريكت تختار 1 أ، واضح؟ يقول قائل علاش عطاني هذوما؟ عطاك هذوما باش يضيع التلامذة اللي عندهم ارتباك في العمليات وفي الخلط ما بين ليزوبيراسيون العمليات، وبحيث الحكاية دي تكثر مع لي كونديسيون تاع الدوفوار. شو كيفاش هنا اكس في جذر 5، اذا كان يجي التلميذ يجي الخزر لدي 5 الى جذر 5 يجمع معاه جذر 5، الكلفية دي كما ما في بلاش، هذه في باله معاه، او ذهنه ينتقل الى الجمع من غير ما يشعر الذهن متاعه ينتقل من الضرب الى الجمع، يولي 5 الا جذر 5 مع جذر 5 الا جذر 5 مع جذر 5 تساوي 0، النتيجه 5، يختار لك هذا خطا كبير، واضح؟ اذا 5 الى جذر 5 مستبعد. وعلاش حط لك هذه؟ هم وراو يخموا في التلامذه اللي تخمم بالغلط، يحطوا لهم اجوبه باش ديريكت ينقز عك الجواب هذاك. جيم اكس يساوي جذر 5 على 5، اكس في جذر 5 تساوي 5، حافظ هو قاعدة أ في إكس يساوي ب، إذا إكس يساوي ب على أ، إكس يساوي ب على أ، إيش يجي يعمل؟ يجي ياخذ هذا على هذا، هذا التلميذ اللي فاهم، يعمل 5 على جذر 5 وبعد يطلع جذر 5، اللي المعلومة ما خمرتش مليح في مخه، إيش يجي يعمل؟ باش يعمل جذر 5 هذيا المضروبة في الإكس يقسم على 5، واضح هذاك علاش حطوا على الحكاية هذي؟ مش يضيعك بها، يعني يساوي جذر 5 على 5، هوب يختار الإجابة الخاطئة، معناها نستبعدوها كذلك جذر 5 على 5، مفهوم؟ هنا فهمتكم علاش وبرا حاطين الاحتمالات هذوما، وإنما الاحتمال الصحيح هو جذر 5. قال ليكن أو إي جي معينا متعامدا في المستوي ونقطتين أ 2 3 و ب 2 ناقص 3، هذوما نقطتين موجودين في المعين، المستقيم أ ب متكون من نقطتين هذوما موازي لشكون؟ الأو جي ولا الأو إي ولا الإي جي؟ انت وحدك يعطيك النقطتين هذوما، تلاحظ اللي يلزمك تلاحظ ديريكت طريقة الرفلكس اللي عندهم فرد فاصلة 2 2، وترى تيب متقابلة 1 3 1 ناقص 3،
اذا هما يلزمك تستنتج اللي هما متناظرين ا و ب بالنسبه الى او اي، واضح؟ يعني واحد نقطه فوق ونقطه لود، هذه ديريكت لازم تتخيلها الحكايه، مفهوم؟ ب اذا كانوا هما كي يعني متناظرين بالنسبه الى او اي، هذا او اي متناظرين بالنسبه الى او اي، راهو ديريكت موازي لاو جي، لان او اي عمودي على ا بي عمودي على او اي، او جي عمودي على او اي، اذا ا بي او جي متوازين. هذه لازمك تستبعدها ديريكت اي جي، علاش؟ لانه اي جي باش يجي مستقيم مايل، و ا بي عمودي على او اي مستبعده، و او اي زاد كيف كيف باش تستبعدها، لانه ا بي ماهوش موازي لاو اي. كيفاش ا بي و او اي متعامدين؟ فهمت؟ خاطر هما متناظرين بالنسبه الى او اي، يعني انت كي باش تستنتج اللي هما متناظرين بالنسبه الى او اي باش تستبعد زاد او اي، واضح؟ تبقى لنا او جي هي صحيحه. واش نفهمكم برسم تقريبي الحكايه؟ هذا المستقيم العام المعين المتعامد، هذه نقطة اي نقطة جي تقريبا، انا ما نجمش نعملوه كما يلزم. مثال النقطة ا باش تكون تقريبا لهنا، احداثياتها 2 3، والنقطة ب فرد الفاصلة لكن ترتيبها متقابلة 2 ناقص 3. شوف تلاحظهم اللي هما متناظرين بالنسبة الى او اي. كي نسطروا المستقيم ا بي باش يجيك موازي للمستقيم او جي، مفهوم؟ واضح؟ هذا هو. نلتقي إن شاء الله على خير في بقية الفيديوهات ومع بقية تمارين دورة 2010 هذه وسجيات أخرين إن شاء الله، باش نحضروا للكونكور متاعنا، باش نكونوا في أتم الاستعداد، لأنه كما تعرفوا التلميذ اللي يتمكن ويجاوب بطريقة سلسة هو التلميذ اللي يعمل أكثر ما يلزم من الكونكورات على الأقل هنا 10 الأخرانين من 2009 إلى 2019 حتى يدخل للكونكور للمناظرة، وهو متمكن من نفسه واثق من نفسه متمكن من التمارين كل تقريبا، تعدى على أنواع التمارين الموجودين في الكونكور، وكيك ما تصيرش المفاجآت ويجاوب بطريقة يكون سلسة ومرتاح ما عندوش حتى مشكل، واضح؟ هذا هو. نلتقيه إن شاء الله في فيديوهات قادمة. كما زلت ما شاركتش في القناة متاعنا، اعمل ابوني باش يجي كل ما هو جديد من الفيديوهات التي تنزل على الصفحة وعلى القناة بصفة الي على الاكريم تاعك، وبارتاجي الفيديوهات لاصحابك اللي باش يعديو الكونكور، حتى اللي مش يعديوش الكونكور يستفيدوا، لانه الاشياء هذه ديما تبقى في الماضي ديما تتبع، يعني باز هي حاجات باز تستعملها في البريمير في الدوزيام، ديما تبقى مستعملة الأشياء هذه، المعين متعامد المعادلات إلى آخره، يعني أشياء لازمة في مادة الرياضيات. نلتقي إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.